طبعا هذه المرة المباراة على ملعبنا وأمام جمهورنا بالكاب نو، مواجهة أنتر ميلانو بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. إن شاء الله نفوز بهذه المباراة وناخذ الثلاث نقاط. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وسلسله جديده، دوري ابطال اوروبا لكن بفيفا 20. قبل ما ابتدي اطلب منكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات. زمان على سلاسل فيفا وعليه، فراح اطلب منكم فقط 2000 لايك حتى نستمر بالسلسله. في اللايك ننزل منها حلقه ثانيه باذن الله. منو الفريق اللي راح نختاره اليوم يا شباب؟ انا والله الصراحه مقرر اختار برشلونه، قلنا هواي ما لاعبين بنادي برشلونه، فقررت نلعب ببرشلونه اليوم ونشوف برشلونه ايش راح تسوي بدوري ابطال اوروبا، بما انها جاي تعاني بالدوري. خلينا نشوف ايش راح نسوي بالابطال، خلينا نشوف تشكيلتنا وشو راح نضبط التشكيله. يا عمري كريزمان، سواريز، ليو راح يكون جناح يمين، اوكي ديونج، بوسكيتس وارثر. اوكي اعتقد راح اعتمد على هذه التشكيله نفسها يا شباب. انا الصراحه ميسي ما احب العبه بهذا المركز، يلا خلي يلعب، وديمبلي ممكن يكون بديل ينزل بشوط ثاني يا حبيبي. راح ابقى على نفس تشكيله برشلونه بالنسبه للمباراه الاولى. اعتقد راح اخذ رايكم انتم بالتشكيله شلون تحبون نلعب. مجموعتنا انتر ميلان وبراخا، وايضا عندنا بوروسيا دورتموند. ان شاء الله نتاهل كمركز اول. يا عمري نروح مباشره لمباراتنا الاولى اللي راح تكون ضد بوروسيا دورتموند، المباراه الاولى بملعب بوروسيا دورتموند. يا عمري رجعنا لفيفا، ما ادري الصراحه كيف راح يكون لعبي، طبعا على صعوبه عالمي جاي العب، تعرف مثل ما تعرفون ما متعود العب فيفا، فاحتمال حتى هذه المباراه تكون صعبه علي. يا عمري المهم نزور اللاعبين الى ارضيه الملعب بقياده ليونيل ميسي. يا حبيبي اذا تحبون يا شباب نسوي سلسله من مهنه لاعب خلال هالشهرين هذه ونلعب كثير، بحيث نلعب 5-6 مواسم بيها، كتبوا بخانه التعليقات تحبون نختار لاعب موجود. يلا بسم الله، بدايه المباراه، الكره عند بوروسيا دورتموند من البدايه، المباراه على ملعبهم وامام جمهورهم. يلا يا سواريز، يا سلام كريزمان، طبعا نريد نفوز ان شاء الله نفوز وناخذ 3 نقاط من ملعب بوروسيا دورتموند. يليو العب يا حبيبي، دير بالك يا حبيبي، دير بالك. الله 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 الله، تصويبه اولى قويه وخطيره لكن اوت. يلا كريزو الى سواريز، يلا ارجع له، يا سلام كريزمان، هدف اول يا ولد يا رهيب يا كريزو. 1-0 بالدقيقة 13. يا عمري خلينا نشوف اعادة الهدف في المباراة على ملعب بوروسيا دورتموند. 3 نقاط من هذا الملعب يكون شيء كبير يا عمري، شيء كبير. الكرة بالتسعين من كريزو، هالاند خطير هالاند. يا عمري حارس المرمى تير شتيجن، لا يا شباب، لا يا سلام، خلص يا عمري، خلص. اوفسايد جيد. شوط اول 1-0 لبرشلونه، ان شاء الله ناخذ 3 نقاط من معقل بوروسيا دورتموند. سواريز، ليو، ميسي يا سلام، العب، لا يلا اضرب. اوه يا سواريز، ارثر، يلا هذه شنو هذه التصويبه يا حبيبي. يلا يا ميسي، يلا يا ليو، يا سلام. طبعا شوي راح اسوي التغييرات، اكيد لازم نسوي التغييرات. يا عمري يلا ديونج، مرر، لا 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 لا، سيرجي روبرتو يلعب، بعد الكرة عندنا، يا سلام ليو، ميسي عرضية ملعوب وجول. لا يا كريزو، لا الا التعديل يا عمري، الا التعديل. فيدال وعثمان ديمبلي نزلوا الى ارضية الملعب. يلا يا سلام، ارجع له، يلا يا لعيب، يا سلام ليو ميسي، والهدف الثاني على بوروسيا دورتموند. يا عمري ميسي، يا سلام ديمبلي، يلا انطي ليو، روح عثمان، يلا انت اسرع عثمان. ديمبلي يا سلام، العب يا حبيبي، العب كريزو، سهله. اهم شيء الثلاث نقاط بالمباراه الاولى الافتتاحيه، بالفعل فوز، والثلاث نقاط على بوروسيا دورتموند. اوه انتر ميلان ايضا فازوا واخذوا الثلاث نقاط يا حبيبي. هسه مباراتنا ضد انتر ميلانو، اعتقد راح ننزل بنفس التشكيله، ما راح اغير بالتشكيله بالشوط الاول. طبعا هذه المره المباراه على ملعبنا وامام جمهورنا بالكاب نو، مواجهه انتر ميلانو بالجوله الثانيه من دور مجموعات دوري ابطال اوروبا. ان شاء الله نفوز بهذه المباراه وناخذ 3 نقاط مباشره. صافره البدايه يا حبيبي، يلا يا سواريز، لويس سواريز يلعب الى ليو ميسي، يلا يا سواريز، اصعد يا سواريز. الله ديونج الى ليو ميسي الى سواريز، يلا جول، هدف اول 1-0 الوزيتو، يا سلام بالدقيقه الرابعه مباشره الهدف الاول. شوف الاعاده، كره توصل لسواريز وحده يصوب مباشره الكره بالشباك. الله 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 الله، يا سلام يا سلام تير شتيجن،
لا 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 يسوي. يا سلام تير شتيغن، تصدي ثاني لتير شتيغن. يلا كريزو، يلا كريزو، يا سلام، يلا كريزو، يلا كريزو. الله 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 الله. بعده بعده بعده. يلعب يلعب جول. يا ولد يا ولد يا ولد يا آرثر. هدف ثاني 2-0. شوف الكرة، شوف الكعب من كريزو. يا سلام يا لعيب يا كريزمان. 2-0. لا 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 لا، برشلونة داخلة بقوة لهذا الأبطال. لا يجي جول، لا يجي جول يا شباب. يا سلام، سهلة. يلا الليو، يا سلام. يلا يلا سواريز، يلا سواريز، يلا سواريز. لا 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 يا سواريز، لا يا سواريز. لا ضاعت ضاعت. كان ممكن نضيف بعد هدف ثالث. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يلا يلا يا آرثر. لا 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 لا، اضرب يا الله. لا لا يا يا سلام يا سلام. تير شتيغن، لا 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 لا، لا تلعب على السريع. تير شتيغن جاي يسوي. يلا يلا يا سلام، يلا يلا يا كريزو. كريزمان الى الليو. ميسي 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 يا ولد يا ميسي. هو الهدف الثالث. كيف تركون ميسي بوحده يا عمري؟ 3-0 على الانتر بالكاب نو. فيدال وديمبلي وسيميدو نزلوا الى ارضيه الملعب. يلا الليو، يا سلام. ديمبلي وياك. العب 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 الى ديمبلي. يلا يلا كريزو. كريزمان كريزمان كريزمان. انطي 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 انطي. ديمبلي 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 ديمبلي. واخر الله 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 الله. شنو هذه يا ليو؟ شنو هذه يا شباب؟ يا سلام. يلا كريزو، يلا كريزو، يلا. الله 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 الله. العب 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 يا عمري الى ديمبلي. ديمبلي. لا 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 لا، ما عدت ما عدت الكره. صافره الحكم. نهايه المباراه 3 نقاط ثانيه يا حبيبي. هذه المره على ملعبنا ضد الانتر، شكلنا راح نتصدر مجموعتنا ان شاء الله. احنا متصدرين. بوروسيا دورتموند فازوا على براخا، يعني صار الفارق 3 نقاط بيننا وبين بوروسيا دورتموند والانتر. هسه اذا فزنا نوصل للنقطه التاسعه. هذه المره اعتمدت على فيدال اساسي. مباراتنا الاخيره بحلقه اليوم، اذا اخذنا 3 نقاط يعني راح نخرج اليوم بالعلامه الكامله من النصف الاول. ام مباريات الذهاب 3 مباريات 9 نقاط يكون شيء كبير يا عمري. هذه هي مجموعتنا الآن يا شباب، يعني تقريبا إذا فزنا هذه المباراة تقريبا ضمننا التأهل، بس إن شاء الله نصعد كمركز أول بإذن الله. مباشرة صافرة البداية يا حبيبي. يلا 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 يا سواريز، فلازم نسجل إن شاء الله حتى نبتعد عن أي مفاجأة يا عمري. يلا لعب على الطرف. يا سلام ديونج ديونج ديونج، يتقدم. يلا يلا يلا، اصعد اصعد يا ديونج، اصعد يا ديونج. يلا يلا يا ولد يا ولد يا ولد يا سواريز. الهدف الاول 1-0. يلا يلا من ليو. ميسي ميسي ميسي. هدف ثاني يا ميسي، هدف ثاني يا ليو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ليو. الله 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 الله، ما وصلت. آرثر آرثر. يا سلام. يلا يا سواريز او الى ليو. يلا 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 يا آرثر. الله 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 الله. ميسي ليو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ليو. يلا يا شباب، يلا يا شباب. ريد جول، ريد جول يا سواريز، ريد جول يا سواريز. الله 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 الله. يلا 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 يلا. الهدف الثاني ديونج. 2-0 بالدقيقة 32. برشلونة قوية، أهداف رهيبة يا عمري. ارجع. الله 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 الله. لا 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 لا، ما وصلت ما وصلت بالأخير يا حبيبي. لا يلا سواريز، العب 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 العب. كريزو كريزو يا ولد كريزمان. عثمان ديمبلي وانسو فاتي نزلوا الى ارضية الملعب. لا لا لا. اول هدف نتلقى يا عمري. كرة صعبة كانت على تير شتيغن. هذا اول هدف يدخل في مرمانا. يا سلام ديونج. يلا الليو، يلا الليو. يا ولد ديونج، ارجع 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 يا حبيبي. لا 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 لا، خلاص صافرت الحكم. نهاية المباراة، المهم فزنا واخذنا 3 نقاط من ملعب براخا يا حبيبي. خلينا نشوف نتيجة دورتموند مع الانتر. يفوزون انتر ميلان، وبالمركز الثاني الانتر صايروا. هداف البطولة سيلفا عنده 4 مع ليفاندوسكي مع عربي مع سون يا حبيبي وصلاح وكندريفا. اوكي لا، او صلاح بس، هذول حس صلاح عندهم 4 اهداف. من فريقنا ميسي عنده فقط 2، ما عندنا هداف لحد الان. طبعا هنا اصدقائكم نهاية الحلقة يا شباب. ضغط لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات. اتمنى هذه السلسلة تعجبكم، وان شاء الله اذا شفت الدعم عليها وشفت تعليقات يعني محفزة شوية راح انزل لكم ان شاء الله كثير من هذه السلسلة. اهم شيء ضغطوا زر اللايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات. في امان الله.